يلا يا مريم تعالي. سلام. مريومة، مريم نمي مس. يلا قولي لي، يلا 1 2 3 يلا لحد 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو عليك. طيب يلا عشان هنعمل هنا كومبليت. يلا يا لولي، يلا يا لولي عندي. وات از ذيس نمبر يا لولي؟ 1 افتر 1 بعد نمبر 1 عندي نمبر ايه؟ 2. يلا ياسين، وات از ذيس نمبر؟ لا استنى ياسين، خليك انت اللي جاي. يلا يا مريومه، وات از ذيس نمبر يا مريم؟ اتطور شوي. 1. لا ده يا لولو. نمبر ايه ده يا لولي؟ يا مريومه سوري. قلنا مين النمبر اللي عنده كرش؟ نمبر 5 صح؟ 5. وافتر 5 بعد نمبر 5 عندي نمبر ايه؟ 3. لا قلنا اللي شبه البالونه المقلوبه اسمه ايه؟ 6. افتر 5 6. ايه؟ 6. افتر 6 ها؟ after 6 بعد number 6 بيجي عندي number ايه؟ بيجي بعد لا قولي من الاول 1 2 3 4 5 6 after 6 بنقول ايه؟ نعم أنا مش عارفة سؤال. ما هو يا لولي قولي معايا، قولي يا مريومة من أول 1 لحد 6 وشوفي إيه النمبر اللي بعد ال 6. يلا 1 المشكلة مش حافظة الأرقام. 1 2. ما أنتِ حافظاها لسه قايلة من 1 ل 10 دلوقتي. after 2 after 3 ها بعد 3 after 4 3 after 4 5 after 5 6 وافتر 6. seven. يبقى افتر 6 هنا نكتب ايه؟ 7. يبقى انا يا مريومه 7 انا حاطه بعد 7 ايه. وافتر 7 8. طب وافتر 8 يا مريومه؟ 9 وافتر 9 10. برافو عليكي شطوره يا مريومه. يبقى احنا لما النمبرز بنقولها ورا بعض كده هي دي معنى كلمه ايه؟ افتر. ده معنى كلمه ايه؟ افتر دي يا مريم يعني اللي بعده. يعني ايه؟ يعني اللي بعده يا مريومه. يلا يا ياسين انا عندي هنا ميسنج نمبر وبعد كده 7 وبعد كده 8. وات از ذا نمبر بيفور 7؟ قبل ال 7 بقول ايه يا ياسين؟ 6. 6 برافو عليك. يلا يا لولي what is this number؟ number 5. ده نمبر ايه يا لولو؟ 4. 4 after 4 5. 5 برافو عليك. و after 5 6. برافو عليك. يلا يا مريومه، مريومه open your mind. يلا يا مريومة what is this number يا لولو؟ 2. 2 وافتر 2 بعد نمبر 2 بنقول نمبر ايه؟ 3. 3 برافو. لا انا هحط ستار لمريومة عشان هي شطورة، لفيته ما اتلخبطتش. شطورة يا مريومة. يلا يا ياسين what is the number before 9؟ هو احنا بنقول نمبر ايه قبل 9 يا ياسين؟ 8. 8 برافو عليك. طبعا احنا ايه؟ لسه ما ركزناش على بيفور، بس احنا ايه بنسأل ياسين في الصعب. يلا يا مريم، مريومة what is this number يا مريم؟ 1 after 1 2
وافتر تو ايه ثري. برافو عليكي. يلا يا لولي، عندي هنا وات از ذس نمبر لولي؟ ثري افتر ثري فور فور. برافو. افتر فور فايف اوكي. يلا يا سين افتر فايف سكس 6. يلا يا مريومة after 6 ايه؟ What is the number became after 6؟ بعد number 6 7. 7. برافو عليكي يا مريومة، شطورة. يلا يا لولي، What is this number يا لولي؟ 1 1 after 1 2 2. برافو. وafter 2 3 3. يلا يا ياسين after 3 after 3 4 4. يلا يا مريومة after 4 ايه يا مريومة؟ 5. برافو عليكي. طيب يلا يا لولي، what is this number؟ 7 after 7 6. after 6 after 6 7 7. يلا يا سين after 7 8 8. مريومة after 8 9 9. برافو عليك، شطورة. طيب احنا كده عرفنا ان احنا نعمل ايه، نكتب الميسنج نمبر عندي. طيب قلنا after يعني الرقم اللي بيجي بعد الرقم اللي بسألكوا عليه. طيب تيجوا نحل شيت تاني عن after، بس عايزاكم تبقوا مركزين معايا قوي. ماشي يا مس. صح؟ ماشي. هبدأ بياسين. يلا ياسين، what is the number comes after 8؟ 9. يلا يا لولي، what is the number comes after 4؟ 5. شطورة. مريومة after 2 3. برافو يا مريومة، شطورة. يلا ياسين after 7 8 برافو. لولي after 9 9 10 برافو. مريومة after 3 يلا يا مريم 4 شطورة. يلا ياسين after 5 6 after 1 يا لولي after 1 2 after 6 يا مريومة after 6. أنا ما سمعتكيش يا مريم. مريم after 6 7. برافو عليك. سهلة ولا صعبة يا مريم؟ مريم ممكن تفتح الكاميرا؟ طيب يلا مين اللي عليه الدور؟ أنا اس. طب يلا يا ياسين، what is this number؟ 7 after 7 after 7 9 8 after 8 9 9. برافو عليك. يلا يا لولي، what is this number؟ 6 after 6 after 7 8. يلا يا مريومة، what is this number؟ 8. ده شكل نمبر ايه؟ بصي اللي شبه الوان المايل كده شوية ولابس كاب 7. What is this number؟ 7. وافتر 7؟ اه افتر نمبر 7. بعد نمبر 7 ايه؟ 9. لا ده 8 اللي هو 2 سيركلز فوق بعض.
الدايرتين فوق بعض اللي شبه الفيونكة ده مريومة اسمه ايت، اسمه ايه؟ ايت وافتر ايت بعد نمبر ايت بنقول ايه؟ ناين ناين. برافو عليك، قلنا الناين شبه الايه؟ البالونة المعدولة، السيركل بتاعتها فوق والخيط بتاعها تحت، هذا نمبر ناين. يلا ياسين، وات از ذيس نمبر؟ ايت فايف after five، after فايف سكس after six. open your mic. after سكس سبعة. seven. برافو. يلا يا لولي، what is this number؟ ايت after eight، ناين after nine. تن. شطورة. يلا يا مريومة، مين النمبر يا مريومة اللي قلنا شبه البالونة المقلوبة، البالونة تحت والخيط فوق، قلنا ده نمبر سكس ايه؟ سكس. 6. برافو عليكي، after 6. ها سفن بتشربي 7 اب؟ تحتها بتشربي هنا 7 اب ولا لا؟ وعايزة مرة بجد. أيوة اشربي، عايزاكي كل ما تلاقي ازازه وتلاقي عليها 7 تعرفي ان دي 7 اب. اتفقنا؟ اوكي، افتر 7 ايه؟ افتر 7. ها لا ما تقفليش المايك، تعالي قولي من ايه الاول. طب قولي لي من اول ايه مره لحد ما نوصل لل7. يلا 1. ها ايه ماشي، قولي لي من 1 لحد 8 برضه. 1 2 3 4 5 برافو. 6 6. برافو 7 برافو 8 برافو 9 برافو 10 برافو عليكي، يبقى after 7 8. طيب يلا يا ياسين، 8. هاي ياسين، 8 after 8 9 after after 9 10 برافو. يلا يا لولي، 5 after 5 6 after 6 7 برافو عليك. يلا يا مريومة، مريومة يلا مامي قولي مس اللي شبه الفيونكة ده اسمه نمبر ايه؟ 8. نمبر ايه؟ ايت ايت ايه after 8. ناين برافو. after 9. تن. after 9 ايه؟ تن برافو عليك. طيب يلا يا ياسين، what is this number؟ سكس after 6. سبعة after 7. ايت طيب يلا يا لولي، what is this number؟ فايف after 5. سكس after 6. سبعة برافو عليك. يلا يا مريومة، قلنا ايه النمبر ده اللي مكتوب على الازازة اللي شبه البيبسي بس لونها ابيض؟ ها open your mic. سفن برافو. after 7. ها after 7 اللي شبه الفيونكة. ايت شبه الفيونكة اسمه ايه؟ ايت وافتر ايت. ناين برافو عليك. طيب احنا محتاجين يا مريومة نحفظ شكل الرقم كويس، انت حافظة from 1 to 10 بس شكل الارقام مش عارفاها صح؟ عارفاه عارفاه عارفاها عارفاها. طب تعالي نلعب يلا. أو oh.
يلا نبدأ. ثواني ثواني استنى. نجيب اللعبة التانية. يلا بينا. يلا فين؟ يلا عشان نلعب اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها امبارح المرة اللي فاتت. ماشي يا مس. اوكي يلا يا مريومة. ها وات از ذيس نمبر يا مريم؟ بروس السودة. ون 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 افتر وان ون في كل حتة. تو تو تو. تو برافو في كل عليك. حتة. وده قلنا اللي شبه التو سيركلز تحت بعض بس مفتوحين كده، ده نمبر ايه؟ 3. افتر ايت 3 ايت 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 في لا كل حتة. 8. ال 8 يا مريومه شبه الفيونكه، عامل سيركل فوق وسيركل تحت، انما اللي مفتوح من الناحيه الثانيه ده نمبر 3. ده نمبر ايه؟ 3 3. طيب واللي بعديه افتر 3 4. يلا يا ياسين افتر 4 5 5. مريومه نمبر 5 عندي، ده انا بسميها مريومه. بص يا مريم نمبر 5 بكتبه ازاي؟ عملت خط كده وخط كده وعملت له ايه؟ كرش. النمبر اللي عنده كرش ده بيبقى نمبر ايه؟ اوبن يور مايك يا مريم. ها ده نمبر ايه اللي عنده كرش؟ نمبر 5. نمبر ايه؟ فايف. برافو عليكي. طيب افتر 5 ايه يا لولي؟ after five six. وقلنا 6 يا مريومة شبه البالونة المقلوبة، اهي البالونة بتاعتي تحت والخيط بتاعها من فوق، ده نمبر 6. وافتر 6 يا مريم قلنا 7 اللي زي على الايه؟ 7 اب. طب وافتر 7 يا مريومة؟ وسفن يعني سفن سفن. 7. افتر ويت 7 بعد ويت نمبر ويت ويت ايه؟ ويت ويت يعني استني. ويت يعني حاضر قولي. استني صح؟ صح. فكري بصوت عالي، قولي بصوت عالي عادي، احنا نغلط ونتعلم مع بعض. قوليلي. اختار سفن ايت. برافو عليكي. طب وشكل نمبر 8 ده اللي قلنا شبه ايه؟ 10 10. نمبر 8 اللي شبه الفيونكة او الدايرتين فوق بعض، التو سيركلز كده. طيب افتر 8 بعد نمبر 8 ايه يا ياسين؟ بعد نمبر 8 9 وافتر 9 10. 10. برافو عليك. طيب هنلعب لعبة حلوة قوي. أنا كل واحد هسأله سؤال والإجابة بتاعته هيكتبها في الورقة بالنمبرز. أوكي خامس. هبدأ بمريومة. يلا يا مريم how many fingers in one hand؟ عندك كام فينجر في الإيد الواحدة؟ اعملي لهم كاونت كده بصوت عالي. كويس. فايف. Can you write number five؟ تعرفي يلا تكتبي لي five بالديجيتس؟ يلا خدي احنا كده قلنا فايف النمبر اللي عنده ايه؟ اللي عنده كرش، صح؟ صح. يلا اكتبيها كده. ها هي بتوت. اهو يلا لا انا هي هكتب معاكي. خط بتكتب. صغنون كده فوق السطر. هي مش بتعرف تكتب. خليها تكتبها كده لوحدها. ماشي يلا يا مريومة. برافو. اوكي ويت. برافو عليكي يا مريومة شطورة. طيب أسأل ياسين one question. يلا ياسين how many fingers in two hands؟ في two hands عندك كم finger؟ 10. 10. can you write number 10؟ اكتبه لك يا مس.
اه بس اكتبه لي في النوت بوك بتاعتك. يلا نمبر 10. برافو عليك. يلا يا لولي. How many ears؟ عندك كم ear؟ two. Can you write number two؟ بس احنا هنصعبها عليكي يا لولي شوية. two as a digit and letters. اكتب كلام كمان؟ ايوه. وانت بتكتبيها قولي ال spelling. two 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 t w o. برافو عليكي يا لولي. يلا وريني شكلها. برافو عليكي. يلا نلعب اخر لعبه عشان لما اللينك يفصل ونرجع تاني هنلعب اللعبه بتاعت الكاونت. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا يا مريم. كان يو بين يور يور كام؟ انا هنا مسهلها عليا وراسم لي رولر عليها النمبرز. عندي اهو مسهلها عليا، كاتب لي start with zero one two three four five six seven eight nine ten. وهنبدأ نحل، نقول لي what number comes after. لو أنا بقول لكم after three يعني بشوف مين النمبر اللي مكتوب بعد three، لقيته four. يلا يا مريومة قولي لي after two بعد number two في number ايه؟ after two يا مريومة. three three. برافو عليكي. طيب يلا يا ياسين after eight. after eight ياسين open your mic. after eight nine. برافو. يلا يا لولي after five. six. طيب يلا يا مريومة after four. قولي كده one two three four بعد number four بنقول ايه؟ five. برافو عليكي شطورة. طيب يلا يا ياسين after three. four. برافو. يلا يا لولي after six. seven. برافو. يلا يا مريومة after seven. افتحي المايك كده وقولي لي one two three لحد ما توصلي ل seven. بعد ال seven eight. برافو عليكي. طب وايه قلنا شبهه ايه يا مريومة؟ شكل ايه ال eight؟ تعرفي تكتبي لي number eight وتوريهوني في الكاميرا؟ يونكا يونكا. اكتبيه كده وروني شكله. ما هي كاتباه يا مس. كتبته؟ اهو هي كده كاتباه في اول حصة. اوكي. طيب تيجي نشوف بقى جبنا كام. 10 from 10. شطار. يلا بقى نلعب. طيب بصوا اللينك هيفصل، هبعت لكم لينك تاني بسرعة ادخلوا عليه. اوكي مش نفس اللينك، هبعت لكم لينك